منذ البدء. لو يقول الذهب في هذا النزاع يقرع شرس البداية. الجزائرية نعم في الركن الأحمر كالعادة، دخول قوي للملاكمتين في ربما رغبة في كسب الثقة يعني منذ اللحظات الأولى. مدرب الجزائر يطالب بها بأن تلاكم باليمنى وباليسرى مثل ما تفعل الآن، أن تنوع من النكمات. قال تملك يسارية قوية خليف. الملاكمة المغربية تعتمد على يعني التسديد والمسك يعني اللي كسر هجوم الملاكمة الجزائرية، وهذا طريقة الملاكمة هي طريقة تعتمد كثيرا في النهائيات يعني تسجيل يعني كأنها ممتازة. لكمتين مباشرتين تصيب عن المغربية الرابي. ممتاز ممتاز الدخول بهذه الطريقة من ملاكمتنا عجيلة خليف. رائعة كانت لكمتان قويتان دقيقتان. نعم. أكيد ستحتسبان. نعم نعم. ممتاز. خليف بدأت تدخل رويدا رويدا في أجواء الميزان. الحكم يعني نظن أنه ذكي يتكلم مع الملاكمة المغربية لأنها تمسك كثير و... أكيد تعتمد على الالتحام. نعم. كما ذكرت من أجل كسر الهجمة أو هجمات الجزائرية. مسك اليد هنا يعني لو وصلت على هذه الطريقة يعني راح تتلقى أكيد، لأنها أيضا تعتمد على لي الذراع وهذا أمر غير قانوني في الملاكمة. ممتازة. نعم. مستقيمة. نعم. باليسرى. نعم. رائعة من أخليف. تفقد المغربية توازنها. الجزائرية أكثر دقة أكثر تركيز. ممتازة. لكمة جانبية آخر 30 ثانية منال. نعم. نهاية الجولة الأولى. دائما الحكم يتدخل ويطالب المغربية بالدوران. أفضلية نعم دائما لحجيلة. بلا شك سيكون تفوق جزائري في هذه الجولة. شدة قوية يعني دخلوا في زوج لكن الأفضلية هي نعم أكيد الأفضلية في الركن الأحمر. نعم. واضحة الجولة الأولى هي اللي الجولة الأولى ستكون في الركن الأحمر. نعم كما كان متوقع. نعم الجولة والعلامة الكاملة للجزائرية. جولة واحدة دون رد لحاجي الخليف. سنستمع لمدربي الجزائرية. الجزائري في الجولة الأولى. بداية الجولة الثانية. بداية الجولة الثانية. شوف المغربية مندفعة. لا تستمع لما يقوله الحكم. لا أدري. يجب عليها. لا أدري. لا لا لا. ما سبب لا هذا لا التهور. لا, لا, لا أدري سبب هذا التهور من المغربية. أعتقد. إندار. إندار واضح. إندار. إندار منطقي. صراحة إندار منطقي. هي متمردة. نعم. متمردة على الحكم لأنها تمسك. فقدت أعصابها المغربية. أما أدركت بأنها منهزمة في الجولة الأولى. لا
كان تهور تسبب إندار وسحب نقطة من المغربية الرادي. إندار شفوي آخر وهي لا تستمع دائما. الحكم ينادي على المغربية ولكنها لا تريد أن تستمع. هذه نعم ليست روح رياضية ونتمنى إن شاء الله ما نزيدوش نشوف الوقت الذي تحصل فيها الجزائرية لكم، لأن النزاع هو فوق الحلبة وليس خارج الحلبة. نعم ممتازة. وهدف النبيل يعني لا يعتمد على هذه الحركات. الالتحاق مجددا، اعتقد ان المغربيه تصعب في مهمه الحكم ومهمتها وفي مهمتها بالدرجه عوض الاولى. عوض يعني التركيز على الهجوم وعلى الملاكمه، هي خرجت اظن انها ذهنيا خرجت من تركيزها. كنا شفنا التفوق كان واضح في الجوله الاولى. نعم. الجزائريه شوف هي لا تريد ان تخرجنا النزال من إطاره القانوني. نعم. من إطاره الرياضي، لن نريد هكذا. لكن على الجزائرية عملية مسك واضحة، مسك واضحة. وهي تستحق يعني صراحة إندر ثاني، كأنها تمارس رياضة أخرى ليست رياضة الملاكمة. على ملاكمتنا أن تركز فقط. نعم نظن أنه حجيلة شوف هي تمسك بالرأس، تمارس كل شيء إلا رياضة الملاكمة. نعم. المغربية الرادي هي تعلم يعني تعلم باللي خاصة بعدما تلقت إندار أنها خسرت الجولة، ولكن على ملاكمتنا أن تركز، تبقى مركزة في هذا النزال كما تفعل الآن. لكمة مستقيمة، هذا ما نريده من ملاكمتنا، دائما المسك من المغربية. هي لا تريد أن تتركها. أكيد أكيد قبل 10 ثواني عن النهاية. والتفوق جزائري، فقدت أعصابها الملاكمة المغربية كثيرا. نعم كيف. حتى المدربين لاحظ أنهم نعم من يعني الجولة الثانية يا جزائرية امتياز كما كان جولة ثانية دون رد. نعم منال للجزائرية، 3 جولات ثلاثة يعني نلاحظ 20 17 19 18. ان شاء الله للميدالية الذهبية الثانية في هذا المساء في رياضة الملاكمة. ملاكمتنا مركزة ما شاء الله عليها. نتمنى ان تواصل ولا تتأثر طبعا. نعم. بالاسلوب حتى طريقة الملاكمين او المدربين المغاربة. نعم في هذه الحالات يعني يجب على المدرب يعني عدم فقدان اعصابه، وهذا الشيء للاسف نلاحظه باللي المدربين. تبدو الملاكمة المغربية متمردة على الحكم. نعم. مثل ما شاهدنا لا تستمع الى الحكم. الحكم يطالب الملاكمتين بالاستماع إليه. صح. المدرب عبد الغاني كنزي يطلب من حجيلة أنها تلاكم للخلف وتنتظر، يعني لا تدخل في الكونتاكت معها حتى تتفادى عملية المسك. تلقات من هنا لك. الجزائرية، الكلمة التي تدوي القاعة هنا تشجيع للجزائرية. حجيلة خليف المتفوقة. مهما وصفنا الأجواء هنا لا نستطيع وصفها يعني. أكيد جولة ثانية دون رد للجزائرية أمام الرادي. الجزائرية تسير النزال بذكاء برزانة، وهي متفوقة إلى حد اللحظة مثل ما نشاهد في آخر دقيقة وخمسة واربعين ثانية عن نهاية النزال وعن التتويج بالميدالية الذهبية الثانية للملاكمة. نتمنى أن تكون 4 على 4
للسيدات من المعدن النفيس إن شاء الله. أكيد أكيد. هي التي لكن هي ذهنها خارج الحلبة. عندما المغربية فقدت التركيز هي تفكر طبعا. تأسف طبعا. تفكر في كل شيء غير الحلبة. غير الميزان. ومهمتها فوق الحلبة. نعم. في المقابل نشوفه ولكن اثنان مركزة. نعم. تركز في عملها تركز في الميزان تركز على كلام مدربها. فقدت أعصابها فقدت تركيزها الملاكمة المغربية. دقيقة الأخيرة نتمنى إن شاء الله تفوت بسلام على ملاكمتنا اللي هي متفوقة شوف لا لا ستتلقى عند آخر بلا شك. المغربية تفعل كل شيء تمارس كل شيء غير الملاكمة. نعم لأن ليس هذه هي الملاكمة. نعم لم تقدم المغربية الصورة عن الفن النبيل. نعم نعم تدرك بأنها خاسرة لهذا الرهان خاسرة لهذا النهائي. تريد إفساد الفرجة يعني. أكيد لكن نحن يعني فرحون بأداء وتركيز خاصة تركيز الحضور الذهني للملاكمة حجيلة. ربما مشكل على مستوى واقع الرأس بالنسبة لحجيلة خليف بطلتنا التي تتجه بحول الله إلى الميدالية الذهبية الثانية بعد لحظات. فقط شوف كل شيء غير الملاكمة. كل شيء تفعله المغربية غير ممارسة الملاكمة. ربما انذار. نعم انذار ثاني انذار لكلتا الطرفين لانهن يعني انتهى النزال. لا 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 عجيب وغريب غريب امر هذه الملاكمة غريب.